سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم في ماراثون سليم. عندنا كام متسابق لهم أوزان وأحجام مختلفة وهنشوف مين هيوصل للآخر ونبتدي السباق. أيوة برافو برافو، يلا يلا بس وقف عندك، هناخد لقطة. الخفيف في الوزن بعد بعيد، مشى مسافة أطول، والكبير أو الأكبر حجم حركته أقل، مسافة أقل. هي دي تقنية الترحيل الكهربي أو الرحلان الكهربي أو الفصل الكهربي أو الهجرة الكهربية، إلكتروفوريسيز. يلا بينا. سنة 1807 أول واحد فكر في التقنية دي أستاذ الكيمياء في جامعة موسكو إيفانوفيتش ستراخوف. بدأ يعرض المواد لتيار كهربي، لقاها بتتفكك وتبعد عن بعض بسبب الشحنات اللي شايلاها. وسنة 1931 يبدأ أول ظهور لتقنية الفصل دي على يد تيسلاس بدعم من زروكفيلر فاونديشن، وعمل جهاز اسمه تيسلاس أبريتوس، واتعرف في المجلات العلمية إنه A New Apparatus for Electrophoretic Analysis of Colloidal Mixtures. وفي الأربعينات اتطورت التقنية دي وزودوها بالفلتر بيبر والجيلز، وفي الستينات اتطورت جدا للشكل اللي عليه النهاردة. بروتينات تفصل، DNA تفصل، RNA تفصل. تقنية الإلكتروفوريسيز يا صديقي نوعين، إما Moving Boundary Electrophoresis أو Zone Electrophoresis، والموفينج أنواع أشهرهم الكابيلاري إلكتروفوريسيز، والزون أشهرهم الجيل إلكتروفوريسيز. هنركز على الجيل إلكتروفوريسيز، تعال نفهمه باختصار. عندي عينة مريض فيها بروتينات ماء أو أحماض نووية، عايز أعرف موجودين ولا لأ، ولو موجودين كميتهم قد إيه. هنستخدم تقنية الترحيل الكهربي الجيل إلكتروفوريسيز. ببساطة هي تقنية معملية ممتعة قوي، عندي طرفين كهرباء سالب وموجب، وبحط العينة في جنب هنا وشغل الكهرباء. تبدأ المواد اللي عايز أقيسها تتحرك تجاه القطب التاني بسرعات مختلفة حسب وزنها وحسب شحنتها، وأقدر أفصل ما بينهم بالشكل ده. كل واحدة اترحلت لمسافة بعيد عن التانية، علشان كده بيسموه الترحيل الكهربي إلكتروفوريسيز. فوريسيز يعني فصل أو ترحيل، وإلكترو من إلكتريستي كهرباء. فلو الجزيئات اللي بدور عليها في العينة دي شحنتها موجبة بوزيتيفلي تشارجد بنسمي الاختبار كاتافوريسيز، ولو الجزيئات دي شحنتها سالبة نيجاتيفلي تشارجد بنسمي الاختبار ده إنافوريسيز. المهم بنفصل الجزيئات دي حسب حجمها أو وزنها الجزيئي الموليكولار ويت بتاعها وحسب شحنتها للتشارج بتاعتها. بصراحة بنستخدمها عندنا في المعامل غالبا في حاجتين، فصل الأحماض النووية نيوكليك أسيدز زي الدي إن إي والآر إن إي، وفصل البروتينات. حلوة قوي، عرفنا يعني إيه إلكتروفوريسيز. أمال إيه جل دي؟ الجل ده هو الأرضية اللي بيجري عليها المتسابقين، هو التراك اللي هتجري فيه الجزيئات زي البروتينات والأحماض النووية، يبقى جل إلكتروفوريسيز. الجل ده يا صديقي أنواع، إما أجاروز جل وده مناسب لفصل الأحماض النووية، أو البولي أكريلامايد جل وده مناسب لفصل البروتينات. لو جينا نركز في الجل ده يا صديقي مش مصمت، لا 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 لا، ده لو جبنا ميكروسكوب وشفناه هتلاقيه عامل زي شبكة، عامل زي الليفة كده، فتحات كبيرة وفتحات صغيرة، بوريوس ماتيريال، علشان الجزيئات الصغيرة تعدي بسهولة وبسرعة منه، أما الجزيئات الكبيرة تتأخر وما تعرفش تعدي بسهولة. وعلى فكرة أقدر أتحكم في تركيز الجل ده وأنا بحضره، علشان أخلي كثافة فتحاته كبيرة أو صغيرة زي ما أنا عايز. ما تيجي للخطوات ونشرح عليها احسن. بص يا صديقي، اول خطوة الجل بريبريشن، تحضير الجل. بحضر الجل بيكون بودر وحله في مية مقطرة او في بافر، رانينج بافر. لحظة، ايه بافر ده؟ ايه يا دكتور، مش انت عايز توصل كهربا من هنا لهنا؟ هنوصلها عن طريق الجل مثلا؟ ما ينفعش، الجل مش موصل للتيار الكهربي، فهنقوم نضيف على الجل سائل بافر مليان بالكترولايتس، املاح، علشان يوصل التيار الكهربي. هخلط البافر بالجل. حلو، حضرت الجل بتاعك وبقى رايق خلاص، هبدأ اصبه وهو سائل كده في الكاستنج يونت، وحدة الصب او قالب الصب، الكاستنج تري. شايف البتاع اللي زي المشط ده؟ أيوة اسمه كام مشط. لما بشيله بعد ما الجل مسك وجمد مكانه بيبقى حفر كده أو ويل، حتت فاضية. الويلز دي اللي بحمل فيها وبحط فيها العينات بتاعتي.
نروح للخطوة التانية بتاعت اللودينج، باخد الجيل بتاعي وانقله في وحدة الشغل بقى اسمها جيل تانك او رانينج يونت. وهنا يا صديقي هبدأ أضيف اللودينج داي صبغات على العينات بتاعتي، وهقولك ليه ضفت صبغة على العينات كمان شوية. كده أنا جاهز للشغل وأبدأ أحمل أو أحط في أول خانة هنا لادر المسطرة أو الستاندر أو المعلوم، عينة معلومة الحجم والشحنة، وعارف كويس هي هتمشي على التراك إزاي. حطيت المسطرة وحطيت جنبها العينات بتاعتي. اقفل الرننج يونت بالكفر الغطا بتاعك، ونروح للباور سبلاي وابدا اشغل الكهرباء الالكتريكال فيلد التيار الكهربي. وبعد وقت معين ببص للجل، الجل شفاف مش شايف حاجه. هنا هندخل في مرحله الفيجواليزيشن. فاكر الصبغه اللي اضفناها؟ لو شغال على دي ان اي بتكون صبغه اسمها اسيديوم بروميد، ولو شغال على بروتينات بحط صبغه اسمها سيلفر ستين. لو عرضت العينات اللي على الجل دي الشغل بتاعك ده لإشعاع فوق بنفسجي UV light هيضيقه وهيعطوا الشكل ده ويظهره، واعرف اترحله لفين بالظبط. هلاقي الشكل ده التجمعات والجزيئات ظهرت، حاجة اسمها باند، دي باند ودي باند ودي باند، دي المسطرة او الستاندرد المعلوم اللي انا حطه وعارفه، ودي العينات بتاعت المرضى الغير معلومة اللي دلوقتي انا عارفها. ايه رأيك في الشغل العالي ده؟ اخر حاجة انا كمعمل بعمل بالالكتروفوريسيس تحاليل ايه الابليكيشنز بتاعتي. تقنية الجيل الالكتروفوريسيس يا صديقي موجودة في فروع طبية كتيرة جدا زي الموليكولار بيولوجي والجيناتكس والمايكروبيولوجي والبايوكيمستري والفرنسيك والهيماتولوجي. لو تفتكر تحاليل زي الهيموجلوبين الالكتروفوريسيس بعرف منه انواع الهيموجلوبينات زي هيموجلوبين اس بتاع انيميا الخلايا المنجلية، وهيموجلوبين اف بتاع الثلاسيميا، وتحليل زي البروتين الالكتروفوريسيس انواع البروتينات اللي بينتجها الكبد، والدي ان ايه الالكتروفوريسيس وغيره. يا رب اكون افدتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش مشترك على القناة يلا اشترك، مستني ايه؟ سلام.